هو شنا هي التنمية وشنا هما المقاربات اللي ممكن نشوفوا بهم تنمية في كل دولة، وشنا هما التقسيمات الكبرى اللي كاينة في العالم حسب الخريطة ديال التنمية اللي غنشوفو. قبل ما نعرفو شنا هي التنمية، أجي نشوفو منين بدات التنمية وكيفاش جات. التنمية جات من الاقتصاد في الأول. في الأول كانت الدولة اللي الاقتصاد ديالها طالع، يعني بوكو حبة هي الدولة اللي فيها معدل التنمية طالع، والدولة الفقيرة هي الدولة اللي ما عندهاش التنمية أو معدل التنمية ديالها هابط. من بعد شوية بشوية العالم ما غيبقاش يشوف التنمية غير في الاقتصاد، غيولي يشوفها في التنمية البشرية، يعني البشر اللي كتهتم بالإنسان، والتنمية السياسية زعما السياسة والديمقراطية والشفافية، والتنمية الاجتماعية اللي كتهتم بالمجتمع، وكذلك كاينة التنمية الثقافية يعني العلم الأداب يعني القراية بصفة عامة، وزيد وزيد. اوكي، دابا نشوفو شنا هي التنمية. التنمية هي التطور ديال شي دولة في بزاف ديال المجالات، بحال المجال ديال السياسة، المجال ديال الاقتصاد، المجال ديال الاجتماع، المجال ديال الثقافة الى اخره. باش يبقى لاصق لك المفهوم ديال التنمية، عقل على النظرية ديال داروين اللي هي نظرية التطور. إن فوا غتعقل على نظرية التطور، غتضرب لك فراسك باللي أن التنمية هي التطور ديال واحد الدولة في مجموعة من المجالات ديال الاقتصاد، الاجتماع، الثقافة، مجموعة من المجالات إلى آخره. أوكي، سالينا دابا المفهوم ديال التنمية، أجي معايا نشوفوا المقاربات اللي يمكن لك تقيس بهم المعدل ديال التنمية ديال كل دولة في العالم. المقاربات تسموا هكا حيت غير كيقربوا ليك المستوى ديال التنمية في كل دولة، دونك داكشي علاش تسموا المقاربات. اوكي، نشوفوا شنو هما هاد المقاربات. انا غنحط لكم 6 ديال المقاربات اللي لاحطيتيهم في اي سؤال في امتحان او فرد او جهوي غتحط لك نقطتك كامله مكموله. نبداو باول مقاربه اللي هي المقاربه الديموغرافيه. بالنسبه للي ما كيعرفش شنو هو الديموغرافي، يعني الديموغرافي فين ما تسمع هاد البلان ديال الديموغرافي عرف باللي راه البلان كيدوي على السكان. المهم، المقاربة الديموغرافية فيها بعض المؤشرات، بحال المؤشر ديال نسبة الوفيات ونسبة الولادات. بيني وبينك، الدول اللي كتكون عندها نسبة الولادات مرتفعة هي الدول اللي كتلقاها فقيرة، ما عدا إلا كان الدخل الفردي مرتفع ولا الدخل ديال الناتج الوطني الخام مرتفع. في المقاربة الديموغرافية كاين مؤشر آخر اللي هو أمد الحياة، يعني شحال عاش الإنسان، شحال كيعيش الإنسان في ديك الدولة. وكاين مؤشر اخر اللي هو النمو السكاني، اللي نقدر نقولوا انه واش السكان في وضعيه زوينه ولا غير مقهورين وزايدين على الدول. اوكي، ندوزو دابا للمقاربه الاجتماعيه، يعني المجتمع، وهذه كتقيس بها الدوله من جهه الفقر، من جهه المساواه بين الجنسين، يعني المساواه ما بين الرجل والمراه، ومن جهه المعدل ديال التاطير الطبي، طب بصفه عامه، يعني واش عايشين بخير، عايشين صحيا، واش عايشين بخير. ندوزو للمقاربه الثالثه اللي حتى هي ممكن تقيس بها معدل التنميه في اي دوله، واللي هي المقاربه السياسيه. هذه كتعتمد على التطور ديال الديمقراطيه في الدوله، يعني الديمقراطيه يعني انتخابات شفافيه، واللي عجبك تنتخب عليه، والنسبه الاعلى هي اللي كتختار، والقرار اللي متفق عليه من طرف الشعب هو اللي غيكون. كاين مؤشر اخر اللي هو احترام حقوق الانسان في البلدان الناميه. البلدان الناميه هي البلدان المتوسطه. بيني وبينك، اي دوله فيها الفساد الاداري راه كتعرقل التنميه، يعني الدوله اللي ما فيهاش احترام حقوق الانسان وما فيهاش الديمقراطيه واحترام الراي ديال شكون انتخبوا عليه. وهذه ندوزو دابا المقاربة الرابعة اللي هي المقاربة البيئية، ومن سميتها غتكون عرفتيها علاش كدوي. كدوي على البيئة في الدولة. الدولة اللي نقية بحال هونغ كونغ مثلا، اللي غير الا لحتي مسكة في الشارع ديالها غتخلص عليها غرامة مالية. هاد الدولة اللي نقية كتكون عندها التنمية طالعة بطبيعة الحال. اما الدولة اللي ما نقياش بحال المغرب كتكون عندها التنمية هابطة.
ندوزو للمقاربة الخامسة اللي هي المقاربة التعليمية والتثقيفية. هذه كتعتمد على التثقيف بالنسبة للناس اللي فايتين 15 العام، يعني الثقافة بالنسبة للناس اللي فايتين 15 العام، وكتقاس عاوتاني على التمدرس، يعني الناس اللي كيقراو من 15 لتحت. هذه بالنسبة للناس اللي قل من 15 العام. ندوزو لآخر مقاربة اللي هي المقاربة الاقتصادية. هذه باينة، كنشوفوا فيها الناتج الوطني الخام ديال الدولة والدخل الفردي ديالها وبنية الاقتصاد ديالها. الناتج الوطني الخام فات لي شرحته، اللي هو المجموع ديال المنتوجات ومن الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات، والدخل الفردي راكم عارفينه اللي هو الدخل ديال الفرد في الدولة، وبنية الاقتصاد ديالها واش اقتصاد مدني يعني كيهتم بالشعب، ولا اقتصاد عسكري كيهتم بالعسكر. سالينا المقاربات غير عاود سمعهم مزيان، راه غتفهمهم وغتعرف تجاوب في أي سؤال تحت لك. آخر فقرة في هذا الدرس اللي هي التقسيمات الكبرى ديال العالم من خلال خريطة التنمية. هاد الفقرة هادي سهلة حتى هي. الخريطة ديال التنمية كتمكنك أنك تقسم العالم من الدول الغنية للدول النامية والمتوسطة للدول الفقيرة المكحطة في العالم. الخريطة ديال التنمية كتعتمد على التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية. التنمية الاقتصادية فيها جوج حوايج، فيها الناتج الوطني الخام اللي كيتحسب فيه المجموع ديال القيمة ديال المنتوجات في المجالات الاقتصادية اللي ذكرنا، الصناعة الفلاحة والتجارة والخدمات، ونقدو نزيدو حتى السياحة والتعليم. وكتعتمد على المؤشر الثاني، الحاجة الثانية اللي هي الدخل الفردي ديال كل شخص في الدولة. كيفاش كيتحسب هذا الدخل الفردي؟ كتشد الناتج الوطني الخام ديال الدولة اللي هضرنا عليه، كتقسمو على عدد السكان ديال الدولة، داكشي اللي خرج لك كيعطيك الدخل الفردي ديال كل فرد في الدولة. كيفاش يمكن لينا نقسمو العالم من خلال التنمية الاقتصادية؟ عقلوا على الدول الغنية، الدول المتوسطة النامية، والدول الفقيرة. الدول الغنية بحال أمريكا الشمالية يعني ميريكان، أوروبا الغربية، فرنسا، بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا، نقدو نزيدو حتى روسيا، وكاين أستراليا واليابان. الدول المتوسطة النامية هي دول آسيا، الكويت، السعودية، ومجموعة من الدول. والدول ديال شمال إفريقيا اللي هما حنا المغاربة وتونس، الجزائر، نقدو نزيدو مصر، ونقدو نزيدو حتى ليبيا. وكاين الأمريكا اللاتينية اللي كنا عارفينهم، البرازيل، الأرجنتين إلى آخره. الدول الفقيرة هما دول الجنوب، يعني الصومال، إثيوبيا، قول إفريقيا السوداء كلها. هكا كيتقسم العالم من خلال التنمية الاقتصادية اللي كاين في الخريطة ديال التنمية. الخريطة ديال التنمية فيها حاجة أخرى اللي ذكرنا اللي هي التنمية البشرية. دابا غندويو على الـ EDH. هاد الـ EDH مقسم لثلاثة ديال المستويات. مستوى المعرفة اللي هو يعني معدل التمدرس للناس اللي قل من 15 عام، والأمية للناس اللي كبار من 15 عام، ومستوى الصحة يعني المتوسط ديال أمد الحياة شحال كيعيشوا الناس، ومستوى المعيشة وهذا متعلق بالدخل الفردي. كيفاش مقسم العالم من خلال التنمية البشرية؟ الدول الغنية كيكون عندهم الـ EDH أكثر من 0.8 أو لا 0.8%، والدول المتوسطة كيكون عندهم ما بين 0.500 حتى 0.800. أما الدول الفقيرة المكحطة نورمال تيكون عندهم من قل من 0.500. دابا غنكونوا عرفنا شنا هي الخريطة ديال التنمية اللي كيتقسم عليها العالم. هكا غنكونوا سالينا الدرس ديال التنمية. شكرا لك انتي او انت على المشاهدة ديالك لهذا الفيديو. كنتمنى انك تكون فهمتي هذا الدرس هذا ديال التنمية. مهم ما تنساش تلايكي تبارطاجي، اللي قديتي عليه ديرو، ما بغيتيش ما ديرش. وشكرا لك والى اللقاء.